السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. لن تصدق ما فعله صاحب سيارة قديمة بطريق بولاية وهران، وجعل كل مستعملي الطريق يندهشون. وهذه التفاصيل الكاملة تابعة الفيديو للأخير. نشر أحد الناشطين عالمي منصة تيك توك فيديو لصاحب سيارة قديمة كانت تسير بإحدى طرقات ولاية وهران وتكاد تنقلب بسبب الحمولة العشوائية والزائدة. هذا السائق عرض حياته وحياة مستعملي الطريق للخطر، فوجب على رجال الأمن التدخل وتكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على هؤلاء المتهورين والمخالفين، وذلك من أجل تقليل حوادث المرور في الجزائر.